زهقنا ملينا وين نقعد، هاي الدنيا شتا وين بدنا نروح نقعد، بنغرق كل منخفض صار المنخفض اللي فات وغرقنا فيه، وين بدنا نروح نقعد فيه؟ بدنا هدنا على طول، بدناش حرب ان شاء الله طويلة المدى، ان شاء الله بتضلها على طول ماشي. الوضع عندنا في خان يونس كارثة، الناس زي ما انت شايف لها 3 أيام على الدور عشان كيس طحين، وبنخلص دور الطحين بنروح برضه دور على طرمبات الغاز، وهتخلص التهدئة بـ3 أيام 4 أيام مش كفاية، يعني الناس ما لحقتش تأمن احتياجاتها. احنا بنتمنى من أصحاب القرار إنه مددوا التهدئة، لأنه أنت زي ما أنت شايف الناس والدنيا بتشتي علينا، وزي ما أنت شايف معظمهم نساء وأطفال جايين برضه صفوا دور، ومعظمهم سايبين أولادهم برضه بالمستشفيات وجايين صفوا دور، بيقعدوا في اليومين هان. ايش بدهم يسوون الـ4 أيام التهدئة هذه؟ فايش بدهم يعيشن؟ احنا عايشين على الشمع، حتى الكهرباء اللي دات في الشحنة ولا البطارية ولا غاز ولا كهرباء ولا مية ولا حاجة، ايش عايشين؟ من اخر الدنيا بنجيب مية وبنجيب كل شيء، من وين بنجيب احنا؟ احنا عن جد في ازمة كتير كتير كتير، وايام الهدنة ما بكفاية، احنا بدنا هدنة دائمة. النفسية تعبت وكارثة كبيرة كتير كتير عنا الوضع. يا رب في هذه الهدنة تنحل الأمور وتصير هدنة أبدية، والله الدنيا حلوة هيك بدون صوت زنانات. فرحت كتير أنا يا جماعة، والله فرحت كتير.